الحمد لله الذي اصطفانا في هذا المقام وهدانا للإسلام وبين لنا الحلال والحرام وجعل الحج الركن المكمل والمتمم للإسلام وأنزل فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزلها يوم عرفة في وقت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر والعصر وقبل المغرب، وكانت آية الكمال والتمام والرضا، كمال تمام رضا، والمطلوب من كل واحد أن يكمل ويتمم حتى يحصل على الرضا. قد ذكر الله الكمال وذكر التمام، فقال تعالى في التمام: وأتم الحج والعمرة لله. فالتمام منا والكمال من الله. اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا أتممت ما عليك أكمل الله لك الباقي. طيب، أتم الحج والعمرة لله، هذه آيات البقرة. هذا أمر بالإتمام وليس أمر بالوجوب، لكن أمر الوجوب في الآية التي قرأها حسن، والأمر بالإتمام في الآية التي قرأها الشيخ مجاهد. نزلت آيات سورة البقرة في السنة السادسة من الهجرة ليتم الحج والعمرة، ونزلت آيات العمران في السنة التاسعة من الهجرة التي هي: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فاختلف العلماء في الحج، هل هو فرض واجب على الفور أو يجب بالتراخي؟ الذين قالوا أنه واجب على الفور استدلوا بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنها نزلت في السنة التاسعة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أن يحج بالناس في نفس السنة التي نزلت فيها: ولله على الناس حج البيت. ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها حجة الوداع. والذين قالوا أنه على التراخي استدلوا بنزول وأتم الحج لله في السنة السادسة من الهجرة، ومع ذلك لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، كان بين نزولها وبين الحجة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، وبينها وبين حجة أبو بكر 3 سنوات. لكن وأتم الحج والعمرة لله ليس أمرا بالوجوب، إنما هو أمر بالإتمام. أما ولله على الناس حج البيت، وحج البيت قراءتها، فهي أمر بالوجوب بل بالفرض، قوله تعالى: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فذكر أن من لم يحج وهو قادر على الحج فقد كفر، لكن كفر دون كفر كما قال أهل العلم. وكان عمر الخطاب يرى أنه كفر مخرج من الملة، ولذلك قال: ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، من قدر على الحج ولم يحج، يعني استطاع سبيلا ولم يحج، فما هو بمسلم. ونفي الإسلام عن ونفي إسلام العمل وليس إسلام العقيدة، أن إسلام العمل كما في قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والإسلام هو العمل في الدنيا، والإسلام هو الملة في الآخرة. الإسلام هو العمل في الدنيا وهو الملة في الآخرة، فهو في الدنيا يدخل في حتى المنافق، لكن في الآخرة يخرج المنافق منه، لأن الملة ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. الملة هذه قلبية والعمل جوارحي. فإذا رأيت رجل يصلي يصوم يزكي يحج، هذا مسلم في الظاهر، عمله عمل المسلمين، لكن قلبه وملته ما يعلمه إلا الله. إذا جاءك المنافقون قالوا: أشهد إنك لرسول الله، هذه شيء كلمة توحيد، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وإن كذب أليس رسول الله؟ بلى. أليس الله يعلم أنه رسوله؟ بلى. طيب وإن كذب؟ هم لا يشهدون، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالإسلام الظاهر ما كان على اللسان والجوارح، والإسلام الباطن الحقيقي ما كان في القلب وأثره على اللسان والجوارح. لذلك رضي الله
بوجود الإسلام الباطن في قلوب الصحابة، وسخط الله بوجود الكفر في قلوب المنافقين. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لكن سخط الله عز وجل على المنافقين لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولذلك سخط الله عز وجل عليهم وسخط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان عقابهم أشد عقاب يوم القيامة. هذه الآيات المتعلقة بالحج من سورة عمران من سورة البقرة جمعت ما يتعلق بالحج من تاريخ الحج. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة من فضائل الحج مباركة هدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وتعالى أيضا تكلمت على أحكام الحج آيات البقرة: وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وتكلمت على زمان الحج آيات البقرة، وهي الآية التي قرأ الشيخ: الحج أشهر معلومات. والعجيب أن الله عز وجل عبر بالأشهر وعبر بالهلال كلاهما عن الحج في البقرة. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الأهلة والأشهر، ما الفرق بينهما؟ شو الفرق بين الشهر والهلال؟ ما الفرق بينهما؟ دخول الشهر. يا سلام. الهلال والتمام الشهر قطع أو بداية. ما هو الهلال؟ الهلال أول الشهر، والشهر يبدأ من الهلال وينتهي بالقمر. فإذا بدأ كان هلالا، وسمي الهلال هلالا من الاستهلال وهو ظهور بداية، وسمي الشهر شهرا من الاشتهار اشتهر، وذلك لأن الناس ارتبطت أعمالهم الدنيا بالشهر، رواتبهم بالشهر، عباداتهم بالشهر. شهر رمضان، ما قال هلال رمضان. لماذا ما قال هلال رمضان الذي أنزل في القرآن؟ القرآن ما أنزل في الهلال، إنما أنزل في الشهر. لو قال هلال رمضان الذي أنزل في القرآن كان القرآن في اليوم الأول من رمضان فقط. لكن شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب الحج شهر والله أشهر. 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 أنتم جايين هنا قاعدوا أشهر في ميناء. طيب الحج حقيقة أيام والله أشهر. أيام. أيام. أيام معدودة. الله قال الحج وأشهر أنتم تقولوا أيام. ياخذ عمرة في أشهر المتع. أشهر. أنا بيجي يعني. بداية الحج يعني بعد شوال قدم شوال أول الحج أشهر. الحج أشهر هذا مواقيته الزمانية، والحقيقة الحج أشهر معلومات. شهر شوال كاملا شهر حج، من يوم عيد الفطر دخلت في الحج. شهر ذي القعدة كاملا، وتسعة أيام من ذي القعدة من ذي الحجة، هذه كلها لبداية الحج. فإذا فات اليوم التاسع ودخلت في اليوم العاشر فاتك زمان الحج، وإنما بقيت بقية الحج. الحج عرفة زمانا وعرفات مكانا، والفرق بين عرفات وعرفة والفرق بين الزمان والمكان. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فعرفات هي المكان، وعرفة هو الزمان، لكن يقال يوم عرفة ومكان عرفات. فعرفات ليست جمع لعرفة وعرفة، وإنما هي مكان كأذرعات. طيب الحج أشهر معلومات. كلمة معلومات جاءتنا في أيام وجاءتنا في أشهر. أذكر الله في أيام معدودات، في أيام معلومات، الحج أشهر معلومات. فمعلومات الأشهر معلومة عند العرب قبل الإسلام، معلومة أشهر الحج. شوال كاملا، ذي القعدة كاملا، نصف
أو أقل من نصف للحجة. طيب الأيام المعلومات آخر الأشهر المعلومات وهي أيام التشريق، عفوا أيام الحجة، عشر الحجة، هذه الأيام المعلومات. بعدها الأيام المعدودات، تذكر الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق يوم 11 12 13. إذن معلومات معلومات معدودات، معلومات واسعة ومعلومات أقل ومعدودات أقل. طيب تعال لعمرك، هل عمرك عند نفسك أيامه معلومات؟ لا. أشهره معلومات؟ سنيه معلومات؟ لا والله، لكنها معدودات. تقعد تعد كم عمرك؟ والله مواليد عام كذا كذا، هذا عد. قال كم لبثتم في الأرض عددا سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، احنا بس عندنا العد، أما العلم ما عندنا، المعلومات من العلم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب الحج أشهر معلومات، واذكروا الله وليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، واذكروا الله في أيام معدودات. معلومات تكررت مرتين ومعدودات ذكرت مرة واحدة. معلومات الأولى شهرين ونص، معلومات الثانية 10 أيام، معدودات 3 أيام. إيش تلاحظ؟ ما هو الانتقال من الأوسع للأقل للأقل؟ نعم. وهذا هو حال الإنسان. الإنسان عنده فترة مسموح بها طويلة من ولادته إلى أن يبلغ معلومات، لا يكلف بشيء، صلى ما صلى، زكى ما زكى، صام ما صام، مرفوع عن القدم حتى يبلغ معلومات. فترة معلومة من عمرك ما تسوي فيه شيء، حتى لو سويت كل شيء من الشر لا يكتب عليك، وإذا عملت الخير كتب لك وكتب لوالدك. هذا فضل من الله ولا لا؟ جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم بطفل، قالت له يا رسول الله ألي هذا حج؟ هذا الولد عنده حج. قال نعم ولك أجر. طيب لأن هي ستحمله طفل صغير، وهي التي طافت، وهي التي سعت، وهي التي وقفت بعرفة وتحمل الطفل، فالله عز وجل يعطيها أجرها، أجرها هي، ويعطيها أجر الطفل، ويعطي للطفل الأجر مع أنه ما سوى شيء. إذن هذه فضل من الله عز وجل على كل واحد. المرحلة التي تعادل كم من عمر الإنسان؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، 15 سنة الأولى قبل البلوغ تعادل كم في المئة من عمرك؟ 15. إذا 60 25، إذا 70 ممكن 18 18%، يعني نسبة كبيرة. طيب هذه المرحلة الأولى معلومة عندكم، معلومة عندي، معلومة عندنا كلنا، صح ولا لا؟ لكن شوف الفرض متى يأتي. الحج أشهر معلومات، لكن متى تدخل في الحج؟ كما أنك متى تدخل في التكليف؟ زين؟ من الناس من يحرم، وهذه الحكمة في أن الله جعل الحج أشهر. الناس يجوا كلهم في الجزيرة العربية، في ناس في أمريكا، وفي ناس في الصين، وفي ناس في أطراف الأرض ويريد الحج. لو حرك في شهر ذي القعدة فاته الحج، لأنه كان يمشي على الإبل ويبغى له مسيرة شهر. وهذا في إعجاز علمي، أنه مهما كان بعد الإنسان إذا حرك من نوم شوال ما ينتهي شهر ذي القعدة حتى وتدخل ليام المعلومات حتى يقترب. وهذا طبعا لمن أراد الإحرام بالحج عليه أن يحتاط، وما كان يمشوا سنين على أقدامهم، فيه من مشى 5 سنوات جاي من أفريقيا. لكن متى يبدأ نية الحج ويدخل في الحج عمليا؟
إذا دخل في زمانه ووصل إلى مكانه. الحكمة من جعل الحج أشهر ليستفيد أهل التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا لبيان فضل الله على الحجاج. أحرمت يوم عيد الفطر وجيت مثلا من الصين طيارة جاي محرم، عملت عمرتك تبقى محرم شهرين؟ لا، تحلل تمتع بالحل، وهذا هو التمتع، وهو أفضل الأنساك لأنه أيسرها على من بعد عليه الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة يوم كم؟ يوم 4، خرج من المدينة يوم 25 ذي القعدة، ووصل إلى مكة يوم 4 ذي الحجة. كم جلس في الطريق؟ 9 أيام. والآن كم تجلس بين مكة وجدة القطار؟ أقل من الساعة. ساعة. 9 أيام والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي يلبي ومحرم، الصحابة معه محرمين. اللهم صل وسلم. وصلوا مكة. يوم وصل 9 أيام وأنت محرم، ما تغطي رأسك، ما تمسطي، ما حرمتك، ما تقدر تلمسه ولا تكلمه حتى، ولا تقدر تعقد نكاح، لو شفت واحدة عجبتك خلاص راحت عليك. لا. المهم ولا تشهد حتى على النكاح، لا عقد ولا شهادة ولا شيء من هذا. الشاهد 9 أيام وصلوا، قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. طيب ليش؟ لأن من ساق الهدي لا يحل له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، زمانا ومكانا. زمانا يوم عيد الأضحى، ومكانا منى، ومنى كلها منحى. الهدي قد يمشي الهدي مع الرعاة، ويأتي الحاج قبل الهدي، لأن الهدي له طريقة يمشي مع الطرق اللي فيها الكلى، وله طريقة وله اللي يمشون فيه، والحجاج لهم طريقهم. والهدي المقلد يعني معروف أن هذا رايح مكة، يقلدونها فيعلم أنها رايحة، فحتى العرب وقطع الطرق كانوا يخافون من الهدي، يعني هذا لله فلا يقربون. الله. فإذا وصل الهدي محله زمانا ومحله مكانا جاز لك أن تحلق. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، وعلي بن أبي طالب جاي من اليمن ساق الهدي، وكثير من الصحابة ما ساقوا الهدي. عبد الرحمن بن عوف ساق الهدي، عثمان بن عفان ساق الهدي، مجموعة اللي ساقوا الهدي في حجة الوداع حول 10 أشخاص. 100 ألف حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يسق الهدي منها إلا قليل، والباقي حج متمتع ما كان يدري عن التمتع. تمتع فرض في حجة الوداع لم يكن معروف، كانوا من دخل في الإحرام يبقى محرم حتى يوم الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عامل الناس العمرة طافوا وسعوا خطب فيهم في المروة، قال: أيها الناس، من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. وهذه رحمة من الله بهذه الأمة، لأن يعني الحج أشهر، وأنت فرض عليك رحلات مثلا، فرحلتك تقدمت، يعني لازم تجي مثلا من دولة خارجية ولا مكان، رحلتك توصل جدة يوم 15 شوال وأنت محرم، ما يجوز تدخل مكة إلا أنت محرم، شو تسوي؟ أدخل بعمرة، تحلل، أقعد ملابسك، تمتع بالحل حتى يأتي الهدي المحرم. بعدها قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فرض فيهن الحج، من يفرض الحج؟ أنت ولا الله اللي يفرض عليك؟ الله فرض على الجميع، لكن أنت تفرضه على نفسك إذا جهزت الزاد والراحلة ونويت. فإذا نويت ودخلت في النية فرضته، ولذلك قال المالكية: من دخل في عبادة وجب عليه إتمامها. ولهذا قالت على: وأتم الحج والعمرة لله، هنا تقدير أي بعد فرضكم له على أنفسكم، وقبل أن تفرضوا على أنفسكم ليس عليكم إتمام. واضح؟
من دخل في الحج أو دخل في العمرة لا يجوز يقول بطلت. لا يا حبيبي، قبل لا تدخل بطل عادي، لكن بعد ما تلبس حرامك وتقول لبيك عمرة انتهى. ما تفسخ الإحرام إلا بعد ما تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة. لو فسخ الإحرام ينظر. لماذا؟ فإن كان حصرك عدو، فإن حصرتم قال لك خلاص نستيسر من الهدي، اذبح شاة هدي ويعفى عنك وتقضيها من العام القادم أو تقضيها إذا انتهى الإحصار. ولذلك حوصر نصاصا في عمرة الحليبية وذبح الهدي وقضاها في عمرة القضاء. ما هو بكيفك، إذا دخلت في العمرة أو دخلت في الحج شفت الزحام والله بطلت، لا يا حبيبي أمضي. أتم الحج والعمرة لله. طيب لماذا قدم الحج في الذكر مع أن العمرة سابقة على الحج؟ لماذا؟ قالوا هذا لبيان أهمية الحج وركنية الحج وأن العمرة تابعة للحج، فمن اعتمر لا تغني عمرته عن الحج، لكن من حج أغناه الحج عنه. واضح؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة، فمن فرض فيهن الحج. شوف الأخلاق وعلاقتها بالعبادات، فلا رفث الجمع ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث شهوات جمع ولا فسوق المعاصي كلها ولا جدال أخلاق في الحج. لماذا حرم الله الرفث في الحج وحرم وأباحه في الصوم؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، في الحج فلا رفث. ليلة الصيام أنت في بيتك ما معك إلا زوجتك، لكن في الحج لا. لماذا؟ قال أهل العلم كلام جميل جدا. ستر. نعم ستر. ستر إيش؟ هو من الستر مو في منزلك هذا يعني. لا يا شيخ، تسافر وتكون في غير منزلك تفعل ما شاء الله لك ولنا. المهم دائما الإنسان الذي يريد يصفو قلبه يخلي قلبه من كل ما سوى الله. لذلك المحبوبات اللي تدخل القلب، الزوج، الولد، المال، فحتى يصف القلب لله عز وجل تبعد كل شيء يتعلق به قلبك سوى الله. قل يا رب هذه زوجتي خلاص تركتها، أولادي تركته، مالي تركته خلفي، أنا جيتك لبيك استجابة وعلى سبيل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. كان زوجته تنادي فلان تعال يا ابو فلان، قال لا انا قلت الله لبيك خليك انت لا لبيك ولا الى اخره. يعني فيما تريد من امور الشهوه، لان الله ربط بين الشهوات وضياع العباده وبين ترك الشهوات وقيام العباده. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف، ايش سووا؟ ليش اضاعوا الصلاه؟ تبع الشهوات. اتباع الشهوات يضيع العبادات، ولذلك الاعتكاف هو انقطاع. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. الآن إذا قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، هذا احترام للزمان. وإذا قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، هذا احترام للمكان. فكأن الله يقول هذا المكان لا يصلح لهذا الفعل، وكان يقول هذا الزمان لا يصلح لهذا الفعل. أنا استغل زمانك واستغل مكانك، وكلاهما في الحج. الحج وين؟ أكبر مسجد في العالم اللي أنتم فيه الآن. جعل الله الكعبة بيت الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. صوم شهر رمضان في النهار كله، ما تقرب المرأة ليه؟ حتى تصفو
يصفو القلب، لأن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء واحد من صحابة اسمه حنظلة اشتكي، قال يا أبا بكر نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن كأن الطير سكينة الطير على رؤوسنا وكأننا ننظر إلى الجنة وإلى النار بشدة وقوة الإيمان. فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا الأزواج والذرية نسينا كثيرا. فأخاف على نفسي النفاق، قال أبو بكر والله إني لأجد مثل ما تجد، أنا مثلك يعني يكون عند الرسول إيمان مرتفع فل، فإذا رحت بيتي وزوجتي وعيالي نقص فيما. قال له تعال نروح للنبي صلى الله عليه وسلم نشتكي له الحالة. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله نكون عندك ويحصل كذا وكذا من قوة الإيمان، إذا رجعنا لزوجاتنا وعيالنا ضعف الإيمان. قال يا أبا بكر والله لو دمتما على ما أنتما عليه معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. تدرون ليش الملائكة جات لمريم؟ ليش الملائكة جاءت لمريم؟ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. مجرد ما تتفرغ لله تتنزل عليك الملائكة تكلمك تسمع كلامها وتصبح معاك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام على نفس الحال تتنزل عليهم الملائكة. الله عز وجل ما أمرنا إن حياتنا كلها نسيروا حج محرمين 24 ساعة طول السنة لا، ولا صائمين طول السنة لا، أعطانا صيام 30 يوم والليل أحل لكم، وأعطانا إحرام في الحج كم أطول زمن وكم أقصر زمن. ممكن الحج كله يكون في يوم واحد، صح ولا؟ يوم واحد تأتي من الليل تعرفة في الليل ليلة العيد وتخلص بكرة ترمي الجمار وتوكل على الباقي وتروح يوم واحد حجيت، وممكن شهرين واربعة عشر يوم يعني فسحة والناس مختلفة في أوقاتها إلى آخر. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب من الحكم في قولي فلا رفث، هل كل الناس متزوجة ولا لا؟ في عزابية كثير توقع أنكم فيكم عزابية صح ولا؟ واجد ينبرك. كم نسبة العزوبية فيكم؟ قلنا بالزواج ترى تجد عن النسبة. أنتم حجاج قفل باب غير مفتوح. الله يستر. من الحكم أنه في الحجاج عزاب وكان خيام مفتوحة الله أكبر والنساء موجودين، ما كان لهم مخيم نساء ومخيم رجال الله، كان الجميع. فلما قال الله لا رفث تساوى الرجال وتساوى في عازبات يتألمن إذا رأينا متزوجات وفي عزاب يتألموا إذا رأوا متزوجين، فكان من العدل والإحسان والفضل أن يأتي الشرع الذي يشمل الجميع، ترى ممنوع يقرب النساء من الرجال حتى يتفرغ القلب الرب حتى لا تحصل غيرة، وحتى أيضا لا يحصل اجتماع زواجات. لو فتح الباب وشفت واحدة عجبتك وثانية ما تشوف كل مذون لنكحة كل طابور وكل الحج صار مناسبة الزواج، فحرم الله الباب هذا وأغلقه حتى تتفرغ القلوب لله ولا تنشغل بغيره، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج، وما تعلم من خير يعني وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تفعلوا من خير يعلمه الله. خير هنا نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، أي خير تفعل ولو ابتسامتك في وجه أخيك صدق يعلمه الله عز وجل. لذلك انتهز فرصة وجودك في مكة زمانا ومكانا، لا تفوت ثانية ما فيها خير الله، ومن الخير تلاوة القرآن كل حرف 10 حسنات، ومن الخير الصلاة، ومن الخير الدعوة، ومن الخير الزيارة من عادة مريضا وزارة خلوه بالله، فالخير كثير فاستبقوا خيرات ومنهم سابق بالخيرات. طيب
وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه الآية، هذا الجزء من الآية نزل في قبيلة من قبائل العرب، كانوا إذا أرادوا الحج لا يأخذون معهم الزاد، ويأتون يأخذون من زاد الحجاج، فقالوا نحن ضيوف الله فكيف نتزود إليه بزاد وهو الغني الكريم. شيء بضيفنا الله يقول، ويجوا ما معهم شيء، يتركوا متاعهم وطعامهم وشرابهم ويجوا فقراء يسألون الناس. فقال الله وتزودوا، لا حد يحج ويقول أنا رايح عند الله والله بيطعمني، خذ معك أكلك وشربك. واضح؟ وهذا هي الأسباب، هزي إليك تجري النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، لا قادر على أن يساقط الرطب من غير هزي، صح ولا لا؟ لكن الله ربط الأسباب بالمسببات. ومن هنا قال ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم. واحد جاء للحج لكن ما عنده زاد، يا أخي اشتغل، تاجر، بيع، اشتري، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا يعني مالا من ربكم. فإذا قضيت الصلاة في الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضلا. وتزودوا، هنا توقف، يعني من الدنيا، من المال، من الطعام، من اللباس، من الدواء، تزودوا مفتوحة، ولهذا تركها مفتوحة، وهذا من رحمته، لأن الزاد يختلف. في بعض الناس زي أخواننا الأندلسيين الزاد عندهم الرز أهم شيء في حياتهم، الرز، فطور رز، غدا رز، عشاء رز، مكسرات رز، كل شيء رز. والعرب أهم شيء عندهم اللحم، صح ولا لا؟ مفطح وغيره. فكل ما قال تزود، وكل واحد ياخذ اللي يبغى، يتزود بالاكل اللي يبغى، بالدواء اللي يبغى، لكن هذا الزاد ليس هو معيار الفضل، انما معيار الفضل التقوى. واشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اخسم الله الابر. وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. تجد في الحج التركيز على التقوى والتركيز على الذكر والتركيز على القيام، ثلاث أشياء. وشيء ذكر تقوى ذكر القيام. وستجدون التقوى فإن خير زاد التقوى، الذكر فإذا أفضتم من عرفاتكم، عد معي اذكروا الله عند مشعر الحرام، واحد، واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبل من الضالين ثم أفضوا من عدو بعض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، فمن الناس من يقول ربنا آتنا إلى آخره، ثم واذكروا الله في أيام عدة. كم مرة شاف الكروت كل تركيز أربعة. ثم التقوى ذكرت في أول حاجة وفي آخرين، واذكروا الله في أيام معدودات، وبعدها تعجل في يومين فلا يتمع لي ومن تأخر فلا يتمع لمن تقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا تركيز، يعني الحج مدرسة، دورة تربوية نستفيد منها ثلاث مسائل أساسية: التدريب على ذكر الله الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، واحد. اثنين، التدريب على التقوى. ثلاثة، القيام. وش القيام؟ قيام الليل. أنا قلت ثلاثة، ما هي؟ التقوى والذكر والقيام. قيام المعروف. ماذا القيام؟ قيام ايش؟ الصلاة. قيام بالأوامر. نعم. قيام بحق الله. القيامة ليس القيامة يا أخوان، الله يهديكم. آمين. القيامة، الموت وما بعده. سورة كبيرة في القرآن اسمها سورة الحج. ايش أول آية؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم. إن زلزلة الساعة، العنوان سورة الحج، وأول آية إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. طيب وين الحج؟ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه سورة الحج ترى. وكذلك في الآيات اللي عندنا، واعلموا أنكم إليه متى تحشرون؟ يوم القيامة. يعني لكم أبو منصور خذ كلمة، واعلموا أنكم إليه
إذا ثلاث مسائل أنا عرفت لكم، قلت القيامة وفهمت القيامة. القيامة نستفيد من الحج ثلاث دروس أساسية في إيمانياتنا. الدرس الأول ملازمة ذكر الله، الدرس الثاني التدريب على تقوى الله، الدرس الثالث استحضار يوم القيامة. ولهذا قال تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. طيب كل واحدة من الثلاثة لو بدنا نبحث عنها في الحج نجد أنها هي الغالبة على الحج كله. طيب ذكر كما تبين، التقوى كما تعلمون أصل ترك المرأة وهي حلال تقوى، ترك تغطية الرأس تقوى، ترك الحلق، ترك الأظافر، ترك الطيب، كله هو التقوى. التقوى هي امتثال الأمر واجتنابه منه. وعلموا أنكم إليه تحشرون. طيب ونصل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فضلا من ربكم، الفضل هنا العلماء علماء التفسير يقول الفضل هو المال، لكن هذا يسمى التفسير بالبعض. فضلا يا أخوان نكر في سياق الإثبات تفيد العموم، فضلا من العلم، علم فضل وظلم، سأل الله من فضل. المال فضل، الصحة فضل، الطعام الشراب إلى آخره يعني كلهم فضل. فأي شيء فيه منفعة لك يشهد منافع له. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. طيب من فين يبدأ الفضل؟ من هناك من عرفات. إذا أردت الفضل لك والفضل لهلك فعليك بالحضور في عرفة، لأن يعني أكبر فضل في الحج كله وكره يا معلم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وش بعدها فإذا أفضتم من عرفات. شوف الفضل وش اللي بعده؟ معناته مكان الفضل العظيم هو الذي يحصل من عرفة. ما هي عرفة؟ عرفة وعرفات هذه هي الحج، الحج عرف. يتجلى الله سبحانه وتعالى على أهل الموقف. طيب خلينا نشوف الثلاث مسائل كلها موجودة في عرفة. يوم القيامة يقوم الناس إلى رب العالمين، قيام في عرف، صعيد عرف، الناس رؤوسها ما عليها شيء، ما بينها وبين الشمس شيء، نفس الشيء يوم القيامة. الناس متى توقف؟ عندما تكون رؤوس الشمس فوق رؤوسهم، زالت قليلا، يعني لا يقف صباحا، الشمس جاية من المشرق. يبدأ الوقوف في وقت الوقوف يوم القيامة لأن الشمس فوق الرؤوس. تدنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، نفس الصورة اللي هناك مصطفى، حتى تتذكروا القيامة. طيب وانت في عرفة تذكرت القيامة وتعلم انك ستقف في هذا الموقف، هل من العقل وانت تذكر القيامة تسأل الدنيا قل يا ربي ابغى لي زوجة ابغى لي؟ طيب القيامة تشوف الشمس فوق راسك، اول شيء استعيذ بالله من النار وسأل الله الجنة وبعدين اطلب اللي تبغى. لهذا قال فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا يا اخي ذا وقتها والله ذا مكانها وما له في الاخره من خلاص. ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره، لان موقف موقف اخره، وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عرفات فرضها كثير وان شاء الله تسمعوا عنها الكثير، لكن سميت عرفه عرفه قالوا لخمس اسباب. أولا لأن الله عرف نفسه لعباده في عرفة زمانا ومكانا. يوم عرفة عرف الناس فيه الله عز وجل، ومكان عرفة لعرفات عرف الناس فيه الله عز وجل. لماذا؟ قالوا لأن قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهوره ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذه الآية فيها دلالة على أن جميع بني آدم عرفوا الله، فأصبح
ابن آدم مفطور مخلوق على معرفة الله، ولهذا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما من مولود يولد إلا على الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، على الدين، على معرفة الله. لو ولد لك طفل ورميته في جزيرة في البحر، وأصبح هذا الطفل تأتيه الدواب وترضعه ويكبر، وما جاءه من بشير ولا نذير، لكان مسلما وعرف الله وعرف الإسلام وعرف الآخرة. لكن أي مولود يولد تأتي الشياطين إليه فتغير الفطرة. ولهذا يسن للرجل إذا أراد أن يجامع زوجته يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ويسن لمن ولد له مولود عند ولادته أن يعيده من الشيطان، قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ما من مولود يولد إلا وينغزه الشيطان عند ولادته إلا مريم ابنة عمران وابنها. طيب هذا بالنسبة لعرفات، عرف الله فيها نفسه لخلقه، هذا أولا. ثانيا اعترف فيها الإنسان بذنبه، أول اعتراف كان اعتراف آدم وحواء في نفس عرف، قال ربنا إيش ظلمنا أنفسنا، اعتراف، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فغفر الله لهما ورحمهما في عرف. أصبح كل مخطئ وكل مذنب إذا جاء العرف واعترف غفر له. لذلك الاعتراف بالذنب توبة، لأنه سبب للندم. اللهم أنت ربي، سيد الاستغفار، لا إله إلا أنت، خلقتني، اعتراف، وأنا عبدك، اعتراف، وأنا على عهدك ووعدك ما استطع، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بمعنى أقر وأعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، أقر وأعترف بذنبي بخطيئتي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا أفضتم من عرفات، قيل أيضا عرفة سميت عرفة لأن الأرواح تعارفت فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لما مسح الله ظهر آدم في عرفة بوادي شمعان أخرج من صلبه من الشق الأيمن ذرية أمثال الذر، قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وأخرج ذرية أمثال الذر وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. فتعارف هؤلاء وتآلفوا بعد التعارف، وتعارف هؤلاء وتآلفوا، وتناكر هؤلاء وهؤلاء، فجمعهم الله جميعا في الدنيا، فحصلت الحروب، حصلت المواجهات بين هؤلاء وهؤلاء. فأهل الإيمان من عهد آدم إلى آخر مولود يولد متعارفون بينهم، يعرف بعضهم بعض. وأهل الكفر من عهد أول كافر دخل الدنيا إلى آخر واحد متعارفون بينهم، ما تعارف منها ائتلف على حق كان وعلى باطل، وما تناكر منها اختلف، فحصل التناكر بين أهل الحق والباطل فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فمن اتبعهم هدي إلى صراط مستقيم، ومن لم يتبعهم ضل ضلالا، إلى قوله تعالى ويمسون أذكر الله في أيام لا فإذا أردتم أعرف أذكر الله عند المشعر الحرام. خمسة أسباب العرفات سبحان العرب. إيه وين وصلنا فيها؟ الأرواح تعرفت فيها. نعم تعرفت فيها الأرواح. عرف الله نفسه لعباده. نعم. عرف العباد ربهم فيه. عرف اعترف الإنسان في بذنبه. نعم اعترف آدم في بذنبه. عرف آدم فيها حواء، لأنه يوم سقطوا من الأرض أول ما تعرفوا في عرفة، وازدلفوا في مزدلفة، وحصل المنى في منى، أول شيء ما حصل بين آدم وحواء في المنى. الله أكبر. مزدلفة؟ منى. منى. اللهم منى من المن والمنى.
القطو كانت بكر ترى لا لأنهم الجنة ما عملوا فيها شيء. الجنة كان لهم فقط الأكل والشرب، إن لك ألا تشوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. سكن أنت وزوجك الجنة، شو تسوي؟ فكلا منها رغدا حيث شئتم أكل. أما الشهوة الثانية ما كانت عندهم وما كان يعرفوها حتى بدت لهما سوآتهما وقت المعصية فهبطا للأرض، لأن الجنة لم تكن مهيئة لذلك، لأن هذا العملية سينتج عنها ولادة ونفاس ومشاكل، والجنة ما فيها مشاكل. هبطوا للأرض تولدوا فيها وسووا اللي تبوا وبعدين ترجعوا الجنة، لكن الجنة ما فيها ولادة ولا حمل ولا نوم ولا شيء من الأشياء اللي هي في الدنيا. الله طيب. وين وصلنا؟ وقيل سميت عرفة عرفة لأن الله عز وجل عرفها كما عرف الجنة، كما قال تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي طيبها لهم، فطيب الله المكان بمغفرته ورحمته لأهل عرفة. ولذلك أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يدخلونها وقد طابوا، سلام عليكم طيبتم. ومن أكبر أسباب الطيب عرفة، ولذلك يتجلى على أهل عرفة فيغفر لهم جميعا، فيخرجون من عرفة كيوم ولدتهم أمهاتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وقال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدتهم. وعرفة آخر محطة من الإحرام، بعدها بكرة صباحا تتحلل، ترمي وتتحلل، واضح. وقيل سميت عرفة عرفة من أن أهلها من شهدها يصبح معروف عند الملك، هذا ممن شهد عرفة. وعرف زمانا صيامها يكفر سنة ماضية وسنة قادمة، وعرف مكانا قيامها يكفر العمر كله ماضي. طيب الوقوف يعني الوقوف ربع عرف. طيب بعدها فإذا فطن عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو مزدلف، وسميت بالمشعر الحرام لأن عرف مشعر حلال، عرف هي المشعر الحلال لأنها خارج حدود الحرام، ومزدلفة مشعر حرام لأنها داخل حدود الحرام. وهذا من فضل الله عز وجل علينا وكرم الله عز وجل علينا أن نؤذن لنا مؤخر المغرب والعشاء إلى مزدلفة، لأن مزدلفة أفضل من عرفة. الصلاة في مزدلفة أفضل من الصلاة في عرفة، صلاة في مزدلفة 100,000 صلاة، صلاة في عرفة من الصلاة في جدة. عرف مكانا فضلها في يومها، فإذا خرج يومها فلا فضل، لكن مزدلفة فضلها طول العمر في كل يوم في كل وقت. ولهذا قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فعرفات جاب نكر والمشعر الحرام معرف، والعرب فرق بين المعرف والمنكر، واضح؟ طيب ليش قال نفسه الحج عرفة؟ لأن قريش كانت تقول نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم إلى الحج، فيأتي الناس من برا يقفون في عرفة وينتظرهم أهل مكة في مزدلفة عند جبل ثبير، فإذا جاء الناس انتظروا أهل مكة حتى يفيضوا، فيقول أهل مكة أشرق ثبير كيما نغير، يعني إذا أشرقت الشمس أغاروا على ميناء فيجرون يركضون، هذه هي الإفاضة. ومنه قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات، الإفاضة الأولى، والإفاضة الثانية إفاضة من مزدلفة إلى منى، وهذه الإفاضة هي التي ذكرت في قوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فوسطن به جمعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. جمعا هو مزدلفة سمى جمع، فأقسم الله بالعاديات ضبحا الإبل والخيل التي تعدو ضبحا من عرفة إلى مزدلفة، فتتوسط فتثير الغبار في سيرها ثم تتوسط جمعا وهي مزدلفة، ثم تغير بعد ذلك من مزدلفة ليلا أو فجرا، فإغارة الأولى في أول الليل والإغارة الثانية في آخره، وهما إغارتان في ليلة واحدة.
طيب فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام الذكر عنده كالذكر في عرفة، وهذا دائم كثير من الحجاج يخطئ فيه، يمشي من الليل يجوز، لكن فوت على نفسك فرصة عظيمة. الدعاء في عرفة من بعد الزوال إلى غروب الشمس مستجاب، والدعاء في مزدلفة من بعد الفجر إلى قبل طلوع الشمس مستجاب. لا إله إلا الله. ونفس الدعاء اللي في عرفة، الدعاء له مواطن، مواطن إجابة. منه موطن عرفة، متى يبدأ الدعاء؟ من بعد صلاة الظهر والعصر، من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا في عرفة. وعرفة في الحلم خارج الحرم. أما الدعاء الآخر هو أول دعاء في الحرم، وهو دعاء مزدلف، وهو الذي أمر الله به أكثر من عرفة. وإن كان يوصل الخير الدعاء دعاء عرفة صحيح، لكن الله في القرآن ذكرنا على مزدلف، قال فإذا أفضتم من عرفات خلاص خرجتم، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عند هنا مكانية، المشعر الحرام هو مزدلف. واذكروه كما هداكم كنتم من قبله لمن الضالين ثم يفيض من حيث وافاض الناس، يعني عرف. وهذا توجيه لقريش اللي كانت لا تفيض لمنى إلا من مزدلفة، قال لهم لا أرشوا عند عرفة وافيضوا من عرفة، فإذا أفضتم من عرفات فأصبحت الإفاضة إفاضة واحدة، بداية عرفة نهايتها منى. أما الإفاضة اللي كانت موجودة ومزدلفة فغير مقبولة ولا تسمى إفاضة، لأنه لا تقبل، لا يقبل حج أحد حتى يمر بعرفة. دعاء عرفة، دعاء مزدلفة يبدأ من بعد صلاة الفجر، فإذا صليت الفجر في مزدلفة فقم واسأل الله واعلم أن الدعاء مستجاب كدعاء عرفة، وأفضل من دعاء عرفة من حيث المكان، ودعاء عرفة أفضل من حيث الزمان. فزمان عرفة أفضل من زمان مزدلفة، ومكان مزدلفة أفضل من مكان عرفة. إذن ما تعرف أي أفضل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل عرفة فقال خير الدعاء دعاء عرفة، وهذا حاسم الأمر. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم يفيضوا من حيث بعض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة يغفر الله فيه ومزدلفة يغفر الله فيه، أكد الله الاستغفار في مزدلفة. ليش؟ ممكن يكون واحد في عرفة مسكين ما نغفر له، فرصة ثانية، فرصة ثانية، دور ثاني، استدراك ما نسي، دور ثاني كاستغفار الصلاة في الدار لون رحمة من ربنا. نعم صحيح. واستغفر الله، وهذا بيان لأهمية الاستغفار. مع أن استغفر الله هذه ليس معناها أنك تقول استغفر الله استغفر الله، لا، استغفر الله يطلب مغفرة الله بما يحب من الأعمال، فكل عمل يحبه الله هو استغفار. لذلك ذكر استغفار، الصلاة استغفار، الصدقة استغفار. فحاول في مزدلفة أن تعمل ما تستطيع من أعمال صالحة. طيب استغفر الله، فاذكر الله عني شعر حام واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبل من الضالين ما يفوتهم حجب الناس واستغفر الله أن الله غفور رحيم. وهذا الاستغفار هنا يقول عنه هذا العلم أنه الاستغفار بعد الطاعة، مثل ما إذا صليت السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر. طيب استغفار من إيش؟ هو استغفار من التقصير الذي يحصل لكل أحد. ممكن وصلاتك صار شوي سهو، صار شوي عدم اطمئنان، فإذا استغفرت جبرت بالاستغفار ما كان في الصلاة من نقص. كذلك إذا استغفرت في عرفة جبرت في مزدلفة جبرت ما كان في عرفة من نقص، من نقص. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، متى تقضي المناسك؟ بالرمي والحلق، انتهى. والنحر أو الذبح إذا كنت من التمتع أو القران. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لماذا قال كذكركم آباءكم؟ كان العرب يأتون إلى منى في أيام التشريق ويذكرون آباءهم النسب، أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان أبويا وجدي ولا لا لا لا. ف
فيذكر 90 جد و99 جد وكل واحد يعرف له سالفة 90% كذب منها، وكان يطير في السماء وكان ينزل وكان يسوي وكان يسوي يقتل. إلى آخر يقتل. وكان يقتل وكان ينهب وكان ينهب. إلى آخره. فيذكرون آباءهم في مكان يضاف لله، بيت الله. عندما تجيب واحد ملك ويقوم تذكر واحد من خدم وتمجد فيه شيء يطالع كيش، ما انت على المستوى، اطلع. فمن الادب في بيت الله وفي المشاعر المقدسه ان لا يذكر الا الله، لا يعظم ولا يعظم الا الله. كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. هذا المثل الباب الاول. الباب الثاني افضل ذكر الدعاء، لانه لما امر بالذكر قال فمن الناس من يقول، وهذا يدخل في الدعاء مزدلفة، لأن قضيت مناسككم يدخل فيها وقوف عرب، ويدخل فيها الدعاء منا الدعاء مستجاب بعد رمي الجمار. واضح؟ خاصة الأولى والثانية. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. وهناك جماعة ثالثة اللي تقول ربنا آتنا في الآخرة وما لها في الدنيا من خلق. عكس. فهذه الجماعة اللي تريد الآخرة ما تكلم القرآن، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في ناس خلقهم الله للآخرة، الدنيا لا ينظرون إليها شيء. إن لله عبادا فقنا قد طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا حسبها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفرا. همهم الآخرة، ومن كانت الآخرة أكبر هم جمع الله له شمله ويسر له أمره واتته الدنيا وهي راضية، ومن كانت الدنيا أكبر همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يتم الدنيا إلا ما كتب له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أسرع طريق للدنيا هي الآخرة، وأسرع طريق للآخرة هي الزهد في الدنيا. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ما عند الناس يحبك الناس. اطلب الدنيا من الله لا تساوي عنده جناح بعوضة، واطلب الدنيا عند الناس ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم يزعلنكم. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. ثم ختم الله الآيات بقوله واذكروا الله في أيام معدودات، تكلمنا عليها، لكن ذكر ما هو التكبير. إحنا الآن في ذكر المطلق، وبعد الأيام المعدودات يصير الذكر المقيد بعد كل صلاة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى ثلاثة أيام فلا إثم عليه، لكن كل ذلك الإثم مشروط بالتقوى، لا إثم عليه بشرط التقوى، سواء تعجل في يومين أو تأخر إلى ثلاثة أيام لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. معذرة طولت عليكم.